مواصلة لأنشطة أسبوع المواطنة الذي انطلقت فعالياته في 13 من أغسطس الجاري، فقد شارك أفراد الدرك الوطني في عملية النظافة بصينية شجوة بالدائرة 7، وذلك بحضور النائب الأول للمدير العام للدرك الوطني الجنرال داود بولو، إلى جانب عمدة بلدية عين جميلة مريم جمع عباد، والتي قالت أن هذه البادرة توافق مع سياسة السلطات العليا في البلاد، وعليه يجب مشاركة الجميع من أجل نظافة المدينة وخلق بيئة صافية وملائمة. وأسف الحملة هذه التنظيف ده أخواننا العسكر كل اليوم مرقوا معنا ونظفوا مكان كبير مرة واحد، قلنا شكرناهم كثير في الشيء السؤال. كما قام المدير العام للدرك الوطني الجنرال إدريس ميس مورو بغرس عدد من الشاطلات، وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر والجفاف. والشيء الكي يتلب في الدولة ويعدل في الدولة ده اللي يعدل ده بني شو يتلب ده اللمان ده عرمي كله ده بسيري مانا كم نادي هارتو كله نهارتو في الصورة سالتي يشلو كله معاكو قدام مردان نداو كله معاكو قدام شيكي نقصر دماغي. هذا وفي سياق متصل، فقد قام النائب الأول للمدير العام للدرك الوطني والوفد المرافق له بزيارة إلى مستشفى الصداقة الصينية، وذلك بهدف معرفة سير العمل الطوعي الذي يقوم به فريق من أطباء الدرك الوطني، وذلك ضمن أنشطة أسبوع المواطنة الذي ستستمر فعالياته حتى 19 من هذا الشهر.